أهلا بكم مشاهدينا الكرام، هذه تغطية مباشرة من النيل نلاحق فيها أبرز الأحداث والمستجدات على الساحتين المحلية والدولية. البداية مع الأزمة والعلاقات الروسية مع دول العالم خاصة أوروبا والولايات المتحدة. ومن أبرز التطورات في هذا الملف، أعلنت بيلاروسيا وصول عدد غير محدد من القوات الروسية للقيام بمناورات في فبراير المقبل، وذلك تحضيرا لقتال في ظل توتر متصاعد بينها وبين الدول الغربية وأوكرانيا. وقال وزير الدفاع البيلاروسي في بيان إن المناورات المقبلة للتحضير العملياتي والقتالي تجري بسبب تدهور الوضع السياسي العسكري في العالم، بالإضافة إلى تصاعد التوتر في أوروبا لا سيما على الحدود الغربية والجنوبية لبيلاروس، مضيفا أنها مناورات روسية بيلاروسية مرتجلة. أما وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف فرفض تلميحات واشنطن بأن بلاده تستعد لغزو أوكرانيا. في مؤتمر صحفي بموسكو مع نظيره الكرواتي، رفض وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف تلميحات واشنطن بأن بلاده تستعد لغزو أوكرانيا، مشددا على أن موسكو لا تبني سياستها على مبدأ ماذا سيحدث لو. نحن لا نبني سياستنا على أساس مبدأ ماذا سيحدث لو. هذا يشبه إلى حد كبير زملائنا الغربيين الذين يهددون بفرض عقوبات على روسيا فورا بشكل عملي كل يوم. تلميحات الولايات المتحدة بأن روسيا تستعد لتنفيذ عملية خداع لتبرير الغزو، وصفها لافروف بأنها معلومات مضللة بالكامل. دعونا لا ننسى ما قاله المسؤولون الأمريكيون بشأن موضوع ما يطلق عليه بالغزو الروسي لأوكرانيا، ألا وهو نشر معلومات مضللة بالكامل بأننا نقوم بعملية خداع بمهاجمة سكان ناطقين بروسيا في دونباس لتبرير الغزو. ولم تحرز اجتماعات دبلوماسية جرت الأسبوع الماضي تقدما لحل التوتر بشأن أوكرانيا، ومع ذلك رجح لافروف عقد اتصالات خلال الأيام المقبلة بشأن ضمانات أمنية طلبت بها روسيا كل من واشنطن والناتو. نستمر في مناقشة هذا الملف مع ضيفنا عبر الهاتف الأستاذ جمال رائف الباحث في الشأن الدولي. أستاذ جمال، أهلا بك معنا على شاشة النيل. أهلا بحضرتك يا فندم، وأهلا بكم سيدة المشاهدين. يبدو أن العلاقات أو ملف العلاقات الروسية الدولية بشكل عام متوتر في هذا التوقيت تحديدا، وليس يعني بالفترة البسيطة الآن. لو تضعنا في خارطة العلاقات الخارجية الروسية حاليا على صعيد التوتر، هناك التوتر كان قائما بالفعل على صعيد الأزمة السورية على سبيل المثال، وتواجد الروسي في منطقة الشرق الأوسط لا سيما على الأراضي السورية، ولكن تمتد الأزمة أيضا إلى مناطق أوروبا. فلو تضعنا في خريطة هذا التواجد الروسي. يمكن هو ما يحدث في السياسة الخارجية الروسية مرتبط بالمتغير أيضا الأمريكي، يعني حينما دخل بايدن البيت الأبيض كان هناك متغير في السياسة الخارجية الأمريكية، هناك اهتمام أكثر بمنطقة البلقان، هناك اهتمام أيضا بالوضع في أوكرانيا، هناك اهتمام أيضا بالتواجد في منطقة بحر الصين الجنوبي، وبالتالي هذه التوجهات الأمريكية والمتغيرات الأمريكية في السياسة الخارجية الأمريكية أيضا تبعها يعني تواجد روسي واهتمام روسي بهذه النقاط، خصوصا ان هذه النقاط ايضا هي ابعاد استراتيجيه مهمه للجانب الروسي. نحن نتحدث عن يعني نقاط نفوذ طبيعيه للجانب الروسي، وبالتالي انا اعتقد ان يعني ما يحدث الان هو نتاج صراع نفوذ بين القوى الكبرى، ولكن مهما كانت الان التوترات كما حضرتك تشير او كما كان هناك تحريك لآليات عسكرية على الحدود، وهذا الزخم فوق الثلج إذا يعني جاز التعبير، لن يكون هناك تضامن مباشر ما بين القوى الغربية والقوى الشرقية، سيظل هناك نوع من أنواع الحروب الباردة حتى ومع يعني نفي القادة في الدول العظمى هذا المصطلح، ولكن سوف تظل هناك ما يمكن أن نسميه حرب باردة تستخدم فيها التحركات العسكرية، تستخدم فيها الهجمات السيبرانية، تستخدم فيها أيضا جماعات وميليشيات الحروب بالوكالة، ولكن أنا أعتقد أن ما يحدث الآن هو إعادة ترتيب يعني نطاقات النفوذ الخاصة بالولايات المتحدة الأمريكية وأيضا بالجانب الروسي والصيني، وبالتالي هذه المنطقة أو هذه
يعني او هذا التوقيت هو توقيت له علاقه باعاده ترتيب الاوضاع الدوليه وفق رغبات القوى الكبرى. لكن يعني العلاقات الروسيه او النفوذ الروسي انجاز التعبير هو دائما ما يواجه بتهديدات أمريكية. الآن التهديدات أمريكية وأوروبية، نشهد وفي أمر يعني يعد غريبا على القارة الأوروبية أن بعض الدول السويد أجرت ربما تحركات عسكرية على صعيد المدن، وأعلنت أن هذا ربما استعداد لما يمكن أن تؤول إليه الأمور على الصعيد الأوكراني. يعني إذن الجميع في حالة ترقب وقلق. الرأي الأمريكي في ذلك وحتى في اللقاءات الأمريكية الروسية أنه إذا تحركت روسيا على الصعيد الأوكراني فستواجه يعني بشدة وستواجه بغلظة وسيتم يعني وقف هذا الأمر أيا كانت المعطيات. هل ذلك من قبيل التهديد بين القوى النووية الكبرى، القوى ذات التاريخ من أيام الحرب الباردة، أم أن الدول الغربية الولايات المتحدة وأوروبا تقصد بالفعل وعلى استعداد لتحمل المآلات التي قد تنتج عن هذه التهديدات إن خطت روسيا الخطوة الأولى وفعلت ما تهدد به في أوكرانيا؟ يمكن سيناريو الحرب المباشرة صعب للغاية في هذا التوقيت وفي هذا العصر في الحقيقة، الذي يعني أيضا يمنح هذه القوى الكبرى المزيد من الآليات والأدوات المختلفة، وأيضا تمثل تأثير مباشر على الدول المختلفة، زي ما بنشوف الهجمات السيبرانية، زي ما بنشوف الحروب الاقتصادية، زي ما بنشوف الكثير من الأدوات الأخرى. وبالتالي نعم الجانب الأوروبي الآن متضامن بشكل كبير، وإن كان هناك بعض الاختلافات حتى في الصف الأوروبي نتاج يعني أيضا اختلاف في الرؤى وجهات النظر في الصف الأوروبي، ولكن الرأي الجمعي الأوروبي متفق مع الرغبة الأمريكية. أيضا التحرك الأمريكي الأول في السياسة الخارجية قبل حتى الجهاد لمنازعة روسيا في هذا النطاق الجغرافي، أيضا كان هناك تحرك لكسب هذا الدعم الأوروبي، ورأينا أولى التحركات الأمريكية الخارجية كانت في الاتجاه الأوروبي. وبالتالي الآن الولايات المتحدة الأمريكية ترتكز على حلف الناتو وعلى الاتحاد الأوروبي في تحركاتها، والجانب الروسي أيضا مستعد، سواء كان مستعد بتحديد ألياته واستعراض قواته على الأرض، أو حتى من خلال تحالف جديد حدث، أو مش تحالف جديد ولكن احداث نوع من انواع الـ يعني التحديث او دعم التحالف الصيني الروسي. وراينا ان هناك زخم الان ما بين روسيا والصين في هذه العلاقات، خاصه في العلاقات العسكريه، وظهرت في المناوره الحادثه قبل عام ما بين الجانب الروسي والصين، وهي المناوره كانت الاكبر في تاريخ البلدين. وبالتالي انا اعتقد الجميع الان يستعرض القوى، الجميع الان يستعرض ايضا اوراق الضغط، ولكن يجب ربط ما يحدث في اوكرانيا وايضا ما يحدث في منطقه بحر الصين الجنوبي. فالولايات المتحده الامريكيه تريد النزول الى الاقصى، وربما ايضا الجانب الروسي يحاول ان ينقل ارض صراع النفوذ الى الجانب الخاص باوكرانيا، حتى يكون هناك نوع من انواع يعني اختيار ارض الصراع من جانب الجانب الروسي. ربما هذه ايضا ربما تكون رؤيه مختلفه تماما، ولكنها ربما تكون حاضره. وبالتالي الامر متشابك للغايه، والامر ربما يبدو على السطح انه صراع من الممكن ان يكون عسكري، ولكنه في النهايه لن يكون عسكري، بل سوف يكون سياسيا ودبلوماسيا. عشان كده هناك زياره مرتقبه لوزير الخارجيه الامريكي غدا لكييف، واعتقد ان ايضا المشاورات سوف تحمل المزيد. وبنجد بين الحين والاخر محادثات حتى ما بين بوتين وما بين بايدن، وراينا محادثه في اخر العام الماضي، وبالتالي الدبلوماسيه سوف تحل هذه الازمه. واعتقد ان الاتفاقات هنا ربما كانت سياسيه او اقتصاديه سوف يكون لها تاثير كبير في هذا الصراع. طيب استاذ جمال، بمقاييس التوازنات الاستراتيجيه، اوكرانيا على مستوى وعلى صعيد القوى العسكرية مقارنة بالدب الروسي وهذه الترسانة الضخمة من الأسلحة والتطوير المستمر لها، تبدو المعادلة غير متزنة. هل هذا ربما هو السبب الوحيد للجوء أوكرانيا أو لوجود أوكرانيا كحليف أصيل للولايات المتحدة وباقي دول أوروبا في هذه المنطقة، أم أن العكس، أن الولايات المتحدة تستخدم أوكرانيا كمخلب قط لتؤرق بوتين ومن معه والروس في عقر دارهم وعلى حدودهم؟ يعني أوكرانيا لديها الحق أن يكون لديها مخاوف، هذا مقبول، ولكن الغير مقبول أن تستخدم كمخلف قط كما حضرتك تفضلت وذكرت، لأن بالفعل استخدام الولايات المتحدة الأمريكية أوكرانيا أو حتى كازاخستان أو حتى ما يحدث في بحر الصين الجنوبي كلها أوراق الولايات المتحدة الأمريكية بتحاول اللعب بها في الفترة الماضية، والاتحاد الأوروبي والقوى الغربية لتحكيم النفوذ الروسي والصيني.
وهذا ربما يكون مقبولا في الصراع الدولي، ولكن على الدول ايضا ان يعني الدول خاصه الصاعده والناميه ان لا تنخرط في هذا الصراع الدولي، لانها في الاخر سوف تكون هي الخاسره. ربما اوكرانيا سمحت للجانب الغربي ان يستخدم القضيه بشكل كبير جدا، وجدنا القوات الامريكيه متواجده في البحر الاسود، راينا الكثير من التواجدات الامريكيه والاوروبيه في مسانده الجانب الاوكراني، ولكن كما اوضحنا نعم اوكرانيا لديها الحق في ان يكون لها المخاوف، ولكن يجب ان تحصن نفسها ذاتيا والا تعتمد على الاخرين بمثل هذه الطريقه، هذا حتى لا يستغل الاخرين الموقف الاوكراني في كسب الحظ، ربما مكاسب خاصه بالقوى الكبرى، وفي الاخر تخرج اوكرانيا من هذه اللعبه السياسيه دون حظ اي مكان. أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ جمال رائف الباحث في الشأن الدولي، شكرا جزيلا لك على هذه الرؤية وهذه المعلومات. أتحول إلى دكتور مختار غباشي نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية. دكتور مختار أهلا بك. أهلا وسهلا بك وأهلا بمشاهديك، أهلا وسهلا. شكرا جزيلا دكتور مختار. الحديث عن الأزمة الروسية مع أوكرانيا، هل المسألة هو جعجعة وتصريحات من هنا وتصريحات من هناك وتهديد من هنا ويقابله تهديد آخر، أم أن سيناريو الحرب المباشرة كما تفضل أستاذ جمال رائف وهذا رأيه أنه لا إمكانية حقيقية لحرب بالمعنى المباشر، لأن هناك أراء ترى أن المسألة هي تصعيد كلامي وتصريحات وربما بعض التحركات العسكرية دون التحام مباشر، ومن ثم بعد ذلك وبعد تحقيق ما يرمي إليه الجانبان سيتم تبريد هذه الأزمة وستتوارى؟ لا، خلينا أقول لك نقطة مهمة جدا في هذا النطاق. المسألة ربما لو بنتحدث حديث ليس مرتبط بأوكرانيا أو جورجيا أو بيلاروسيا، الثلاث دول دول كان ممكن هذا الحديث ناخده بهذا السياق، لأنه روسيا مش مرتاحة ذهاب الناتو شرقا وذهاب كثير جدا من دول الاتحاد السوفيتي السابق الى دول الاتحاد الاوروبي او دول حلف الناتو. لكن المساله عندما تصل الى اوكرانيا والى جورجيا والى بيلاروسيا هناك حديث مختلف. هذا الحديث المختلف مبناه الحديث الشاهد وهو حديث بوتين مع الرئيس الامريكي الاسبق بوش سنة 2008، ليس وليد اليوم، الكلام ده من 14 سنة. هذا الحديث كان في إحدى اجتماعات حلف الناتو، وكانت في ذلك التوقيت روسيا موجودة بصفة مراقب، ودار الحديث على أوكرانيا، وحديث بوتين كان مرتبط تحديدا كده، أوكرانيا هبة السماء إلى الروس وصعب جدا التخلي عنها. هذا الأمر تجدد في 2014 بأنه هناك عين أمريكية أوروبية على أوكرانيا أو على الدول دي تحديدا. نعم. في 2014 حصلت اضطرابات، هذه الاضطرابات كانت في أوكرانيا بموجبها تم عزل الرئيس الموالي لروسيا الرئيس الأوكراني، بسبب ده استولت روسيا أو ضمت روسيا شبه جزيرة القرم وأنهت لوهانسك ودندستك في الشرق الأوكراني لمصلحة الروس، أصبحوا ضمن الحزام الروسي. هذا الأمر تجدد أيضا في 2021، وفي يوليو 2021 كان هناك حديث مطولا لبوتين نشر على موقع الكريملين على الانترنت، وكان بيتحدث على تاريخ كبير بين الروس والأوكرانيين والجورجيين والبيلاروسيين، وامتد هذا الحديث إلى القرن الخامس عشر، ومش عايز أختك لهذا الحديث لأن هذا الحديث حديث مطول كبير جدا، مبناه في النهاية انه حتى نظره الروس او نظره الاوكرانيين او نظره الجورجيين الى مساله الانفصال اللي كان موجود حتى ايام الاتحاد السوفيتي او ما بعد الاتحاد السوفيتي كانت نظره دائما الى الروس باعتبارها الوطن الام وانه اللغه الروسيه والاخر من رغم ان اوكرانيا على سبيل المثال حظرت استخدام اللغه الروسيه في المرافق الحكوميه وما الى ذلك، وهناك دعوات يعني بتقليل الاستخدام رغم انها فعليا وواقعيا تبدو بنفس مكانة اللغة الأوكرانية داخل أوكرانيا. صحيح صحيح، وعشان كده هذا الكلام هو من نطاق الملاسنات أو الصراع المتبادل ما بين الجانبين. لكن خلينا أقول لك نقطة مهمة جدا، وهذا الكلام هو ما تم من تسريبات في اجتماعات الوفد الروسي مع الوفد الأمريكي برئاسة روبرت مالي
الموجود في فيينا. وهذا الحديث المترتب عليه أن روسيا حادثها صريح، أوكرانيا خط أحمر، ولن تقبل روسيا انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو أو دول الاتحاد الأوروبي. نعم. انتهت المسألة عند هذا الحد. وهناك تقارير أمريكية غربية تتحدث أن عدد الجنود على الحدود الأوكرانية وصل إلى ما يقارب 175,000، يعني من 125,000 إلى 175,000 جندي. وهناك تقارير بأن في مدينة دوندباس تحديدا أنه خلال 2022 لو وصل الأمر بعدم وصول اتفاق نهائي يعني يطمئن الروس بأن أوكرانيا لن تكون إحدى دول حلف الناتو ولن تنضم إليها وتعهد من حلف الناتو بده، قد يكون هناك غزو روسي لأوكرانيا. هذا الحديث يعني نشرته كثير جدا من المواقع وتحدث فيه كثير جدا من المراقبين. نهايته أوكرانيا وروس وجورجيا وبيلاروسيا أمر مختلف بالنسبة للروس. نعم. وأن روسيا إلى حد كبير جدا لن تتخلى عنهم، ولن يكون الدول الثلاث دول ضمن دول حلف الناتو، ولن يكون ضمن دول الاتحاد الأوروبي. السؤال، الولايات المتحدة الأمريكية هتصر دائما على مغازلة الأوكرانيين أو تحريض الأوكرانيين إن صح التعبير على الانضمام بصرف النظر عن هذه التهديدات؟ ده سؤال. السؤال الثاني، أن الولايات المتحدة الأمريكية والعالم الغربي هيكتفي بده وهيبدأ يغازل أيضا جورجيا وبيلاروسيا؟ برضو ده سؤال ثاني. أتصور أنه لو كانت هناك إجابة أوكرانية، الرد الطبيعي الروسي هو غزو أوكرانيا تحديدا، وأن المسألة هنا هتتطور إلى ما لا يحمد عقباه. نعم. هذا الأمر. طيب دكتور مختار، يعني الاستخبارات الأمريكية أعلنت أنها، وذلك يوم السبت، أعلنت أن هناك جهد روسي لإيجاد ذريعة لغزو محتمل لأوكرانيا. برأي حضرتك، هل تحتاج روسيا لذريعة الآن لكي تغزو أوكرانيا وهذه الحشود الروسية وتقابلها أيضا حشود أوكرانية بحجم دولة كأوكرانيا وترسانتها؟ هل تحتاج روسيا إلى هذه الذريعة؟ لا، مش مسألة تحتاج روسيا إلى هذه الذريعة. روسيا لو رأت أن هناك تصميما أوكرانيا بالانضمام إلى حلف الناتو والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي يحرض أوكرانيا على ده، وهناك خطوات فعالة اتخذت عمليا لده، هنا الغزو الأوكراني خلاص أصبح محكوما وأصبح منهيا. لأن هذا الحديث ليس وليد اليوم، هذا الحديث تتحدث فيه الروس منذ سنوات. وخلاص روسيا النهاردة هي وريث الاتحاد السوفيتي. هناك حلف روسي صيني، هناك منظمة شنغهاي، الروس والصين وأوزبكستان وطاجستان وانضمت إليها الهند وباكستان في 2017، انضمت إلى هذه المنظمة 2021 إيران. تركيا مقدمة طلب من 2012 وهي موجودة بصفة مراقب، وقالت في هذا الطلب على تركيا مستعدة للتخلي عن انضمامها للاتحاد الأوروبي إذا ما انضمت فعليا إلى منظمة شنغهاي. والكثير جدا من المراقبين الشرقيين في شرق أوروبا تحديدا يتحدثوا على أن هذه المنظمة هي بديل حلف وارسو في مواجهة حلف الناتو أو في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية والعالم الغربي. طيب. يا سيدي، العالم يتشكل الآن، القوى الآن تختلف. المسألة الآن هي أن الولايات المتحدة الأمريكية وهي في مرحلة الترهل الإمبراطوري وتحاول أن تنقذ نفسها بسحب إنجلترا من البريكسيت وانضمام أستراليا إليها وتكوين ما يسمى بالإيكوز كتحالف في مواجهة الروس والصينيين، إنقاذ هذا الترهل من الانتهاء في خلال يعني سنوات قليلة في مواجهة هذا الغول الصاعد الروسي الصيني وانضمام الهند وباكستان إليه صراحة، ومغازلة الأطراف الإقليمية صاحبة التأثير الأكبر وهي إيران وتركيا. طيب دعنا يعني ربما نأخذ وجهة النظر المتشائمة قليلا بأن أوكرانيا ستكون صريحة وستكون الإجابة فيما لا ترضاه روسيا، وإن حدث هذا الغزو الذي ربما نتحسب إليه من روسيا للأراضي الأوكرانية، هل في ذلك ثمة تشكل جديد تتحدث عنه حضرتك ربما لعودة الإمبراطورية الروسية وفكرة القطبين والتوسع الروسي؟ نحن نتكلم عن بيلاروسيا، جورجيا وأوكرانيا، هذه أوكرانيا الأولى ربما. خلينا أقول لك بيلاروسيا وجورجيا وأوكرانيا، خلينا أقول لك إن الروس حاليا ومنذ شهور قليلة ويعني تقريبا من أوائل 2021
تحدثوا كده صراحة بأن الولايات المتحدة الأمريكية ما زالت عندها عقيدة بأن هي الطرف الأكبر والطرف الأكثر سيطرة على العالم، هذا الأمر انتهى. الآن هناك تعدد أقطاب وليس قطبا أمريكيا، القطب الأمريكي انتهى فعليا في 2007. 2007 أرسلت الروس قاذفتها الاستراتيجية في المحيط الأوروبي، جمدت اتفاقية الأسلحة التقليدية بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية، انتهت من سداد كامل ديون الاتحاد السوفيتي، بدأت تخش في مواطن مصالح أمريكية تحديدا داخل الساحة السورية، قلبت الطاولة. وكان الرئيس الروسي السوري قاب قوسين أو أدنى من الذهاب بشار الأسد، دخل الروس وقلبوا الطاولة وأصبح بشار الأسد جزء من المعادلة السياسية وجزء من الحل السياسي. وقف الروس صراحة بجانب الإيرانيين، وأبرم الاتفاق ما بين الإيرانيين وما بين الولايات المتحدة الأمريكية والعالم الغربي اللي هم الخمسة زائد واحد في 2017 اللي جه سحبوا ترامب. والإيرانيين الآن يتشددوا في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية والعالم الغربي، لأن الأمر ليس مرتبط بالبرنامج النووي. النهاردة الحديث مش عن البرنامج النووي الإيراني، النهاردة الحديث عن الأجنحة الإيرانية الموجودة في مناطق النفوذ الموجودة في الشرق الأوسط اللي أصبحت جزء من معادلة القوى الإقليمية والقوى الدولية، وهم في الجانب الروسي مش في الجانب الأمريكي. الأمور الآن على المستوى الدولي والمستوى الإقليمي من وجهة نظري ووجهة نظر تحليلات كثيرة جدا اختلفت معايير القوى. وعشان كده لما طلع معهد زي معهد الدولي في لندن أو معهد الأطلنطي داخل الولايات المتحدة الأمريكية وكتب تقارير عن نهاية الإمبراطورية الأمريكية ومرحلة التراهل الإمبراطوري الأمريكي وصعود قوى دولية أخرى، هذه المسألة تأخذها الولايات المتحدة الأمريكية بطابع جدية. والروس خلاص هم الآن مع الصينيين في تحالف صريح في مواجهة هذا الغول أو هذا القوى الأمريكية. طيب دكتور مختار، يعني لدي ربما يعني دقيقة أو دقيقة ونصف، لكن هناك أمران. الأول، الأمين العام لحلف الشمال الأطلسي ستولتنبرغ يدعو روسيا والناتو لمزيد من النقاشات بشأن أوكرانيا، ما الذي يمكن أن يقدمه هذا الحوار؟ هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، هل هناك ثمت فرصة لأن تلجأ أوكرانيا لمجلس الأمن، وهل هذه الخطوة ربما تصب في صالح ما تطمح إليه أوكرانيا أم لا؟ شوف، الدقيقة ونص دي احنا عايزينها ساعة ونص ابتداء. الجزء الثاني، وده جزء مهم جدا، ان لجوء اوكرانيا الى مجلس الامن لن يجدي. بص يا سيد، الشرعية الدولية واللجوء الى مجلس الامن واللجوء للامم المتحدة مش في نطاق الخمس دول دائمة العضوية، مش بين الروس والولايات المتحدة الامريكية وما بين انجلترا والولايات المتحدة الامريكية. اقصى ما يمكن ان يفعله الغرب في مواجهة الروس، هم قالوا كده صراحة، فصل النظام المصرف الروسي عن نظام الدفع السريع الدولي، بمعنى هتفصل النظام المصرف الروسي عن النظام الدولي. الجزء الثاني، قد يغلقوا خط انابيب الغاز اللي هو نورد ستريم 2 اللي هو وصل الى المانيا. دول الامرين اللي بيهددوا بهم العالم الغربي والولايات المتحدة الامريكية الروس تحديدا. وفي هذه الحالة هم خاسرين بدرجة خسارة الروس. الولايات المتحدة الأمريكية والعالم الغربي ليس في موطن مواجهة صريحة، لأن كثير جدا من دول العالم الغربي ليست على استعداد وليست لها رغبة في مواجهة الروس أو الصينيين أو مواجهة هذا التحالف المخيف اللي بناته روسيا من 1991 من وقت انهيار الاتحاد السوفيتي بخلق منظمة شنغهاي التي تصاعدت وضمت في طياتها ثلثين سكان العالم. أنا أشكرك، شكرا جزيلا لك دكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية. شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات. بالتأكيد الملف الروسي والعلاقات مع أوكرانيا والدول الغربية والولايات المتحدة مستمر مع حضراتكم، وسنتابع التطورات أولا بأول، لأنه الخيار العسكري وإن كان صعبا على صعيد التحقق الفعلي على الأرض خاصة على الحدود بين روسيا وأوكرانيا، فهو خيار سيكون له تكلفة باهظة. لا نتكلم هنا عن التكلفة المادية، ولكن بالتأكيد نتحدث عن أنه إيقاظ حرب في هذه المنطقة أو في أي مكان استراتيجي من العالم تتقاطع فيه مصالح الدول الكبرى هو أمر يعني يستدعي الوقوف عنده والحديث عن المآلات التي يمكن أن يذهب إليها العالم كله وليس فقط أطراف هذا
أسرع. أزمة سائدة في الأزمات الدولية من هذه النوعية في الفترات الأخيرة هي أنها أزمات عالمية وليس فقط أزمات بين عدد من الدول، حتى وإن وصل إلى 4 أو 5 أو 6 دول. الشرعية الدولية التي تحدث عنها دكتور مختار غباشي قبل قليل عبر الهاتف، وإن لجأت أطراف بعض الأزمات، ونحن نتحدث هنا عن الأزمة الأوكرانية، إن لجأت هذه الأطراف إلى مجلس الأمن فسنصطدم بأزمة، وأن طرفان مهمان في هذه الأزمة هم أعضاء دائمون في مجلس الأمن. وهنا أيضا يظهر بعض يسمي ذلك قصورا في النظام الدولي، البعض يسمي ذلك أن هذا هو النظام الدولي وهو ما فيه، وعلى الجميع أن يتعاطى معه بهذه الصورة. الملف مستمر ونحن معه ومع حضراتكم على شاشة نيل الأخبار نتابع التطورات أولا بأول. نتوجه مع حضراتكم الآن إلى ملف آخر، ولكن هذه المرة الملف ذو بعد عربي. الفصائل الفلسطينية تستعد الآن إلى التوجه إلى دولة عربية. نتحدث عن الجزائر، والتي دعت الفصائل الفلسطينية لحوار جامع بحسب ما وصفته السلطات الجزائرية. ما الذي يمكن أن يقدمه هذا الحوار؟ ما الذي تطمح الجزائر للوصول إليه مع الأشقاء الفلسطينيين؟ والقضية الفلسطينية تمثل جانبا كبيرا في الأدبيات المجتمعية والاجتماعية والسياسية والتاريخية للشعب الجزائري، كما هي لمعظم الدول أو لكل الدول العربية، لكن في الجزائر القضية الفلسطينية لها يعني باع ضخم وقيمة كبيرة جدا عند المواطن الجزائري العادي وحتى يومنا هذا. إذن نحن بصدد ربما متغير جديد في هذه القضية، دعونا نناقش هذا المتغير مع ضيفنا الكريم عبر الهاتف الأستاذ سعيد عكاشة الخبير بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ سعيد. يعني الفصائل الفلسطينية ستصل إلى الجزائر، ربما تبدأ فتح ثم حماس فالجهاد الجبهة الديمقراطية والجبهة الشعبية، وآخر الوفود كما أعلن ستكون الجهاد الإسلامي في نهاية هذا الشهر. السؤال، في هذا التوقيت ليس هذا الحوار الفلسطيني الفلسطيني الأول، وليس هذا الحوار الأول الذي ترعاه جهات عربية للفصائل الفلسطينية، ما الذي برأيك دعا الجزائر لأن تدعو لهذا الحوار في هذا التوقيت، وما الذي يمكن أن تقدمه؟ مبدئيا عندما يكون هناك دعوة للحوار لابد أن تكون الجهة التي ستستضيف الحوار هي أيضا طرف مستفيد من استضافة الحوار. الفلسطينيين لديهم مشكلة في إعادة الوحدة ما بين الفرقاء الفلسطينيين، والجزائر لديها مشكلة يعني قيام المنافس المهم الإقليمي المغرب بإقامة علاقات مع إسرائيل. فهناك يعني رغبة من جانب الجزائر أن تعادل الخطوة المغربية في اتجاه معاكس، هي تقدم نفسها باعتبارها الدولة الأكثر رعاية للقضية الفلسطينية والقضية العربية والإسلامية. وإن نتذكر أنه الإعلان الدولة الفلسطينية الأول عام 1988 كان من الجزائر أيضا. إذن لدى الجزائر مصلحة في استضافة الحوار، ولدى الفلسطينيين أيضا يعني مصلحة في أن يكون هناك أكثر من راعي للحوارات ما بينهما. مصر على سبيل المثال رعت من قبل حواراتها وما زالت ترعى وتقوم بدور مهم في التهدئة. المملكة العربية السعودية قامت بنفس الدور. المهم أن يكون هناك مصلحة للفلسطينيين وأن يكون هناك نتائج لهذا الحوار، ليس هناك تنافس ما بين الدول العربية بينها وبين بعضها البعض حول من سيكون أكثر يعني إفادة للملف الفلسطيني، من سيفيد الملف الفلسطيني وهو بالتأكيد إفادة للقضايا العربية والفلسطينية بشكل أساسي. ولكن كما ذكرنا المشكلات ليست تتعلق بجهة الاستضافة، ولكن تتعلق أكثر بمدى استعداد الفلسطينيين للقبول بالتسويات ما بينهم. أستاذ سعيد، يعني البعض يرى أن دائما مصر كما كانت تتحمل المسؤولية الأكبر والمباشرة مع الفصائل الفلسطينية وتحاول رأب هذا الصدع المستمر منذ سنوات، القاهرة أيضا رعت أكثر من حوار فلسطيني فلسطيني، ولكن عودة على بدء لم يتحرك الفلسطينيون قدما في الاتجاه الإيجابي. برأي حضرتك الجزائر، مصر، ربما تونس، أي دولة عربية عندما تحتضن الفصائل الفلسطينية، ما الذي يمكن أن
تقوله أو تفعله أو حتى ربما تضغط به على بعض الفصائل لكي نصل إلى النتيجة المرجوة عربيا، وهو أن يعود الكيان الفلسطيني الممزق جغرافيا، يعود يعني هناك ثمة وحدة فيه على مستوى السياسي والشعبي. أعتقد كما ذكرنا يعني مصر الدولة الأكبر في الإقليم، مصر الأكبر تاريخيا في رعاية القضية الفلسطينية، ولا أحد يستطيع أن يزايد عليها في هذه النقطة. بل العكس، مصر لم تقف عقبة أمام أي محاولة من جانب أي دولة عربية لكي تقوم بجهد في هذا المجال. ونتذكر ما حدث من حروب ما بين حماس وبين إسرائيل في منذ عام 2008 حتى 2014، حتى مايو الماضي آخر حرب تمت مدينة رفيد. كانت مصر لا تقف حجر عصر أمام محاولات بعض الدول العربية أن تكون وسيطا، ولكن كانت الوقائع على الأرض تقول أنه لا بديل للدور المصري في واقع الأمر. مصر على حدود غزة، مصر لها باع طويل في التعامل مع القضية الفلسطينية، مصر لها أيادي بيضاء على الشعب الفلسطيني في الأزمات الكبرى. ولكن كما ذكرنا، ثقة مصر في أنه إذا كان هناك إمكانية لأن يكون هناك حوار فلسطيني وينجح في أي مكان، مصر سوف تؤيده على الفور. ولكن كما ذكرنا منذ البداية، لم تكن المشكلة تتعلق بجهات الحوار. مصر دعت الحوار من قبل، ولكن كانت هناك مشكلات ما بين الفلسطينيين غير قابلة للحل. أعتقد أنها ما زالت غير قابلة للحل، ولكن دعنا نقول تحاول الجزائر يعني أن يكون هناك خير للجميع، ومصر لا تقف حجر عصر أمام أي محاولة فلسطين توحيد الفلسطينيين فيما بينهم. ولكن ذكرنا نتوقع أن هناك مردود كبير لهذا الحوار، لأنه سبق أن جربنا ولم يكن هناك منتج أساسي بسبب الخلافات الفلسطينية العميقة. كانت أهم المشاكل أو أهم الجوانب السلبية بين الفصائل الفلسطينية بعضها البعض، وتحديدا بين فتح وحماس، هي السيطرة الأمنية على قطاع غزة. والسيطرة ليست فقط الأمنية، ربما الإدارية والتنفيذية والمؤسسات والوزارات وما إلى ذلك. هل من ثم التطور في هذا الملف؟ هل باتت هناك قناعة ربما مختلفة بعد هذه السنوات أن هذا الانقسام لم يؤدي النتيجة المرجوة لا لحماس، ولم يدع لفتح الفرصة لكي تدير الأمور ومن ثم تتحمل المسؤولية أيضا أمام الشعب الفلسطيني عن تبعات هذه الإدارة؟ من الناحية النظرية يمكن القول أن هناك متغيرات على الأرض ربما تدفع الفلسطينيين في اتجاه يعني عادة التعقيد، ولو نظريا هي المشكلة تتعلق بنجاح إسرائيل في إقامة علاقات مع عدد من الدول العربية والقفز على القضية الفلسطينية. هذا متغير مهم بالنسبة لها. الرئيس الأمريكي بايدن الذي كان وعد قد أنه يطلق عملية سلام، حتى الآن لم يطلق عملية سلام ولا لدي ملفات الداخلية المنشغل فيها، وبالتالي تشعر القضية الفلسطينية أنه ربما الملف الفلسطيني كان يتم الاهتمام به في هذا العام حتى انتخابات الكونغرس في نوفمبر المقبل. كل هذه المتغيرات جعلت الفلسطينيين يعتقدون أنه لابد من حركة توحي بأنهم مستعدين للتفاوض. ولكن دعنا نسأل السؤال، هل هناك ثقة ما بين فتح وحماس للدخول بجدية في عملية التوحيد؟ أعتقد لا، هذه الثقة مفقودة تماما، وربما هي المشكلة والعائق الأكبر التي لم تنجح أي حوار أو محاولة التوحيد من قبل. الفلسطينيون مطالبون الآن بالاعتراف بالحقائق ومحاولة البناء على ما هو يمكن أن ينفعهم. وما يمكن أن ينفعهم في حقيقة الأمر الدولتين الوحيدتين الذين يمكن أن يكون لهم قدرة كبيرة على الدفع في اتجاه إقامة حل الدولتين هي مصر ومن بعد ذلك الأردن. كلاهما لهم مصلحة كبيرة في إقامة الدولة الفلسطينية الكاملة على حدود الربع من 67. بقية الدول ليست لديها القدرة على الضغط على إسرائيل. إذا الحوار الفلسطيني في الجزائر ربما يعني يكون جيد في اتجاه إقامة الوحدة الفلسطينية، حتى لو يعني نظريا، ولكن من الناحية العملية الجزائر لا تمتلك علاقات مع إسرائيل، لا تمتلك علاقات قوية مع الولايات المتحدة الأمريكية. إذا إذا كان الفلسطينيين جادون في الوحدة، الذي سيفيد أكثر هو الدول التي يمكن أن تؤثر على القرار الأمريكي والقرار الإسرائيلي، وهي تحديدا مصر بدرجة كبيرة ثم الأردن فيما بعد. أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ سعيد عكاشة الخبير بمركز دراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، شكرا جزيلا لك. ونستمر في نفس الملف مشاهدينا الكرام، وأتحول إلى الأستاذة سارة الشريف المحللة في الشأن الفلسطيني. أستاذة سارة أهلا بك. أهلا بحضرتك.
الدعوة الآن للفصائل الفلسطينية والمواجهة من الرئاسة الجزائرية والجزائر ليلتئم الفلسطينيون ولو بشكل غير مباشر تحت مظلة جزائرية، هل هذا مرتبط ربما بالقمة العربية المرتقبة في مارس القادم في الجزائر أيضا؟ هل تستعد الجزائر لربما تقديم جديد مختلف خلال هذه القمة وتستبق الأمور بالقضية التي كانت ولا زالت وربما ستظل لحين على رأس بيانات جامعة الدول العربية في كل قمة؟ من الصعب التكهن بأن الجزائر ستقدم جديد، لأنها على مدار العشر سنوات أو أكثر 14 عاما منذ الانقسام الفلسطيني كان هناك العديد من الأطراف التي حاولت المصالحة الفلسطينية أو حاولت التقارب بين الفصائل الفلسطينية، وكلها نعرف كيف انتهت. إلى الآن موقف الجزائر ليس واضحا إلى أي مدى ستكون قمة الجزائر ناجحة، ولكن أعتقد أن الأزمات الكبيرة أو الفجوات بين الفصائل الفلسطينية التي كانت لا تزال هنا، وهذا ينم على أن من الممكن أن تكون قمة الجزائر مثل القمم الماضية التي تناولت الأزمة. من ناحية أخرى أعتقد أن الجانب المصري كان أكثر الأطراف التي لعبت دورا كبيرا في المصالحة الفلسطينية. نعم. بيد أن مصر لديها تفاهمات مع كلا الجانبين. يعني هناك حركة حماس تعتبر مثلا التي دعت إلى القمة في الجزائر تعتبر الأقرب إلى الجزائر. لكن هنا في مصر لدينا روابط قوية مع الجانبين. وبالعكس ليس فقط مجرد روابط، بل لدينا دعني أقول ليست أوراق ضغط ولكن أوراق للتفاوض. نحن تربطنا علاقة بحماس فيما يخص الوضع في سيناء وما إلى غير ذلك، ولدينا أصلا روابط قوية مع حركة فتح، هذه الروابط أعتقد أن هي كانت تجعل الجانب المصري أو تجعل الطرف المصري هو الطرف الذي يستطيع أن يلعب دورا حقيقيا في المصالحة. وكما رأينا في مواجهات حتى ما بين حركة حماس وإسرائيل كانت مصر هي اللاعب الرئيسي. نعم. طيب أستاذة سارة، يعني إذا كانت المشكلة الأمنية هي حجر الزاوية في الخلاف الفلسطيني الآن بين فتح ومن ثم منظمة التحرير وحركة حماس خاصة في غزة، الواقع على الأرض في غزة يقول إن حماس هي الأقوى على الأرض، هي ذات الحاضنة الشعبية ربما الأكبر، هي لها التواجد الأمني الأكبر، وبالتالي يبدو يعني من وجهة نظر البعض أن سيطرة حماس على غزة هي أمر لا مفر منه، ولكن نعم. منظمة التحرير وحركة فتح لا زالت تصر على أن إذا أردنا كفلسطينيين أن نذهب إلى حلول فلسطينية فحجر الزاوية ونقطة البدء هي أن تعيد حركة فتح أو منظمة التحرير بسط سيطرتها التنفيذية والأمنية على الضفة والقطاع. الأزمة الحقيقية هي الانتخابات، أو بمعنى أدق هي الوصول إلى كيان يحكم الفلسطينيين يحكم بشكل شرعي. والأزمة الأكبر هي ليست فقط الانتخابات، بل أن الجانب حركة فتح ورئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن يعلم جيدا أن الشعبية لدى حركة حماس داخل رام الله وداخل السلطة الفلسطينية وداخل الضفة الغربية في ازدياد خلال الشهور الماضية منذ المواجهة الأخيرة مع إسرائيل، وأيضا حركة حماس لديها شعبية داخل قطاع غزة. المخاوف الآن هو أن عندما أو الشروط الآن هي أن الجانبان يحتاجان لانتخابات حتى تتم المصالحة، ولكن الأزمة ليست في المصالحة، الأزمة في الخطوة التي تسبق المصالحة وهي الانتخابات. لأن الجانب حركة فتح يعلم جيدا ويدرك جيدا أن حركة حماس ذات الشعبية من الممكن أن تفوز في الانتخابات وتصبح حركة حماس هي المسيطرة على الضفة الغربية وعلى قطاع غزة، وهذا لا يروق نسبيا للسلطة الفلسطينية، ولا تريد السلطة الفلسطينية أن تتخلى عن الحكم. الأزمة ليست في المصالحة، قمة الجزائر لن تقدم جديد في ملف المصالحة، ولكن الأزمة الحقيقية هي في إجراء الانتخابات والوصول إلى فصيل فلسطيني واحد يحكم الفلسطينيين ويطمس ما بينهم الاختلافات ويقرب وجهات النظر ويقضي على الفجوات بينهم. هذه هي الأزمة الحقيقية. أخيرا أستاذة سارة، لو نستشرف هذا الحوار الفلسطيني على أرض الجزائر برأي حضرتك لن يخرج بشيء جديد، أم ربما تتحول دفة الأمور إلى مزيد من الدفء ربما بين الفصائل الفلسطينية؟ بحسب قراءتي للمشهد الحالي وأنا أتابع أدق تفاصيله، أرى أن القمة الجزائرية لن تقدم جديد،
فيما نحن عليه، وأن الفجوات هي لا تزال قائمة، والخلافات بين الفصائل الفلسطينية أكبر من أن تحتويها تلك الأزمة، ولكن ربما تكون هذه بداية يمكن أن يبنى عليها فيما بعد فقط. نعم، أنا أشكرك شكرا جزيلا. الأستاذة سارة الشريف المحلل في شأن الفلسطيني، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات وهذه الرؤية. مشاهدينا الكرام، الملف متواصل مع حضراتكم، ونحن عبر شاشة نيل الأخبار نلاحق دائما هذا الملف وغيره، ونوفيكم بآخر التطورات عبر خدماتنا الإخبارية المتنوعة على مدار الساعة وعلى مدار 24 ساعة. دمتم في أمان الله، إلى اللقاء.